السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وبخير. فيديو ديال اليوم غنقدم لكم انشلاطة المكسيكية، ولكن بطريقتي بلا لاصوص اللي كتكون مفزكاها بحال لو كراتا. دونك اليوم غادي تشوفوا معي طريقة جد سهلة وبسيطة وبمكونات ولا أروع، وتابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. فكما ذكرت بالمقادير، غادي نحتاج سطر ديال الدجاج، البصله، الفلفله، قزبر، معدنوس، الخبز ديال التورتيجه. ان شاء الله غادي نحطو لكم في القناه ونحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا خديت الجاهز واللي حجم ديالو صغير يعني ميني، وكذلك غادي نحتاج العطريه خاصه بالدجاج، كنور ديال الدجاج حتى هو اولا مكعب اللذة. غادي نحتاج شويه ديال الموتارد، من بعد غنوريكم الطريقه اللي غنخدم بها. دونك اول حاجه غادي ندير مقله فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير فيها صدر ديال الدجاج، وغادي نديرو على نار مهيله يتقلى حتى يولي اللون ديالو بحال هكا ابيض، يعني ماشي غير يطيب، غير كيتقلى واحد شويه. كنضيف ليه البصله، الفلفله، قزبر، معدنوس، وغادي نضيف لهم كذلك العطريه اللي بغيت. هنا بالنسبه للعطريه ما استعملتش العطريه العاديه، وانما فقط خديت جوج معلقات تقريبا ديال العطريه خاصه بالدجاج. ثم كنضيف كذلك مكعب اللذة اللي فيه النكهه ديال الدجاج، وكذلك غادي نضيف جوج معالق ديال الموتارد، هما اللي غادي يعطوني ديك التعليكه لهاد المقادير اللي عندي باش يجيني بحال الشكل ديال الطاكوس. هنا غادي نقليهم مزيان، غنوضعهم على نار تكون مهيله مع الغطاء باش يتقلاو ويطيبوا. ملي كيكونوا قريب يطيبوا كنضيف لهم تقريبا معلقه كبيره ديال الكاتشوب، او ممكن عوضوها بلاصوص طوماط غير باش كتعطيني لا كولور وديك اللسعه ديال الطماطم، وكنضيف شويه ديال الصوجا، وكنخلط وكنردهم على النار حتى كيطيبوا تماما. في كل مره يعني كنرضع عليهم الغطاء، ماشي كنخليهم بلا غطاء. من بعد ما كيطيبوا كنضيف لهم الذره اللي هي مايس، وكنحك عليهم شويه ديال لو فرماج الاحمر، الجبن الاحمر. هنا علاش كنديروا في هذه اللحظه هذه؟ لان بغينا ديك التعليكه في الحشو ديالنا، لذلك غادي نضيفوه وهو سخون باش يدوب لينا. وهكا غادي نرجع نخلطهم مزيان ونحطهم أباغ. في هذه الاثناء كنجيب الخبز تورتيجه ديالي وكنقطعو في النصف. هنا حيت كاينين حبات كيكونوا متفاوتين يعني ماشي كاملين عندهم نفس العبار، غادي ناخذ واحد ثلاثه د الحبات تقريبا، غادي نقطعهم في النصف بحال هكا، وكذلك لا كونتيتي اللي باقيه لي حتى هي، لانني انا بغيتهم يكونوا غير صغارين، وممكن تستعملوهم كبار كيف ما بغيتو. فالطريقه اللي غادي نوريكم هي هذه، انني غادي نقطعهم في النصف. ودابا غادي نجيب لاصوص. هنا بالنسبه للصوص خديت معلقه ديال الموتارد، جوج معالق كيتشوب، جوج معالق مايونيز اولا معلقه، وشويه ديال صوصيا اولا الصوجا. فبالنسبه لهاد المقادير هادو ممكن تعوضوهم فقط بلاصوص الطوماط العاديه الجاهزه، اولا تصيبوا مطيشه محكوكه مع البصله وتقليوهم على النار حتى تحصلوا على صوص. فغادي نجيب الاطار، هنا ما عنديش صينيه صغيره، داكشي علاش استعملت هذه الطريقه. خديت اطار ودرت ليه الومنيوم بحال هكا وقلبته باش غادي نحصل على صينيه اللي هي صغيره، لان في الاصل ديال الانشيلاده كتكون بان كنحطوا الحبات ديال الخبز تورتيجه المحشو وكنوضعوهم هما محطوطين يعني نيشان على القاع ديالهم، ثم كنوضعو فوق منهم لاصوص. لكن انا بغيت لاصوص تجيهم غير من الفوق ومن التحت ومن الوسط يبقاو ناشفين، فلذلك غادي نستعمل هذه الطريقه هذه، انني غادي نوقف الحبات ديالي. دابا نوريكم كيفاش. فاول حاجه كنجيبو لاصوص اللي صايبناها وغادي نوضعوها في القاع. هنا غنقسمو لاصوص في النصف، يعني انا هنا استعملت لا كونتيتي الاولى، راني ضفت لا كونتيتي الثانيه اللي غادي نديرها فوق من الانشيلاده ديالتي. دونك غادي ندير هاد لاصوص وغادي نوزعها بالتساوي على لو كادغ ديالي باش غادي نحط عليه الحبات ديالي كاملين.
غادي نجيب الحبات بحال هكا، غادي نستفهم وغادي نجيب الحشو من بعد ما كيكون برد معايا واحد شويه. كنوضع لا كونتيتي اللي هي صغيره، راه ماشي هي لا كونتيتي اللي غتبقى فيهم، غادي نرجع نعمرهم، لكن في الاول غادي نضيف ندير ليهم غير شويه باش كيساعدني انني نغوليه بلا ما يتزل عليه مع الجوانب، وهذا هو علاش كنديروا غير كونتيتي اللي هي صغيره. دونك حتى في البريوات صراحه كندير هذه الطريقه، كنعمرهم غير شويه حتى كنرولي المره الاولى عاد كنضيف الحشو. فهنا بالنسبة للإنشلاطة كندير غير شوية وكنروليه بحال هكا، ثم كنشدو وكنوقفو بحال هكا هنا على الحدا لداك فلو كادغ الداخل فوق من لاصوص، وحتى كنسالي الحبات كاملين ديالي عاد كنجيب لاصوص داك عفوا الحشو اللي عندي وكنرجع نعمر بالمعلقة غير من الفوق. صافي بنفس الطريقة كنلويه وكنحطو فوق من لاصوص اللي درتها في الصينية اولا في لو كادغ، ثم كنجيب الحشو كنوضعو من الفوق كنعمرهم كاملين. عاد كنجيب نفس لاصوص اللي درتها في القاع كنديرها شوية من الفوق، وكنجيب الجبن المحكوك وكنحكو اولا المبشور وكنبشرو شوية من الفوق، باش هكا ديك لاصوص مع ديك مع داك لو فخوماج كيتعلك معايا. كما كتشوفو لي طورتيجا ديالي جايين زوينين بزاف في الانشيلادة. دونك غادي ندير عليهم الفخوماج وغادي نردهم للفران حتى يسخنوا وداك لاصوص تدخل مع الحشو ديالي مزيان. فهاد الاثناء هادي انا كنت وجدت اون سلطه سهله غير بالمكرونيه اللي سلقتها في الماء ملح فيه شويه ديال الابزار والزيت، وصفيتها وضفت ليها علبه ديال الطون ديال الزيت وعلبه ديال الذره وشويه ديال المايونيز، ما كثرتش لانني غادي نحطو مع الجوانب واللي بغى يزيد ممكن يزيد المايونيز او لا الكاتشب. فالطريقه ديال الانشيلاده على طريقتي كما كتشوفوا كتجي رائعه، فازقه غير من الفوق ومن التحت ومن الوسط، كتجي بحال شكل ديال الطاكوس ولكن بطريقه مغيره. لي صوص انا رافقتهم كيف ما ممكن انكم تكبوا عليهم لي صوص كاملين وترجعوهم للفران، فصراحه كتجي رائعه رائعه في المذاق وكذلك المنظر ديالها ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لانها فريمون كتجي زوينه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.